زعلان كنا واخدين كاميرا برضو حتى ننقل المشاعر لهم الحق، ولكن الصوره الان هي ميدان التحرير. الراي الان ليس وقت كلام، نائب رئيس الجمهوريه مش موجود، الحكومه مش موجوده، احنا امام مرحله انتقاليه كاملا في عجاله. هل ممكن نجيب على بعض التساؤلات في المرحله الانتقاليه؟ بسرعة شوية يا سارة قبل الطعمية ما تبرد. حاضر يا بابا. حرم يا أستاذ نظم. يا مان إن شاء الله يا أبو خالد. إزاي الصحة دلوقتي؟ الحمد لله والله يا أحسن. الحمد لله، مش هتشوفونا حد بقى يمسك اتحاد الملاك بدل الراجل اللي مشي. هو الموضوع بالسهل كده يا أبو خالد. أصل الماتور من يوم ما عطل والمية كل شوية تقطع. وهي المية بس يا أبو خالد والترميمات كمان. دي العمارة فيها كل شق وشق قد كده. لازم الأول نصلح الشروق دي كلها. ادعي بس إن ربنا يكرمنا كده بواحد ابن حلال ويلمنا المواضيع دي كلها بما يرضي الله. بما يرضي الله. الله ينور عليك يا أستاذ نظم. الله يعزك. ما تقلقش يا أبو خالد، الخير كله جاي بإذن المولى. على الله. أهلاً، إزيك يا سارة يا بنتي؟ الله يسلمك يا عم. اتفضل أنت يا أستاذ نظم، الطعمية هتبرد. على اذنكم. يلا يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها المواطنون، قرر الرئيس تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد. المايه قطعت برضه يا مشير، كان لازمته ايه اللي حصل؟ ها بس يا ابني، ما هي كانت ماشيه. ما كانتش ماشيه يا مريم، وكان كل يوم في مشكله، ميه وكهرباء وبيت بيقع وغيره. بس ما كناش شايلين هم زي دلوقتي، بص على العماره دي بقت خرابه. يا ستي ما هم بيتكلموا على الجروب عشان يحددوا ميعاد الاجتماع، وتشوف بقى مين اللي هيشيل. مين اللي هيشيل؟ اما نشوف بقى مين هيشيل، ربنا يستر. بصي، هو ما فيش غير اتنين اللي ينفعوا، يا اللي في بالك يا الاستاذ ماهر. اهو يا ستي، بعته بخصوص الاجتماع، هنقعد بكره. ماشي. مينا؟ ولا انا قلت كم مره ما تفتحش انت الباب؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ ازيك يا حاجة عايدة؟ اهلا، اتفضلي. ازيك يا ست الكل؟ خير؟ كل خير ان شاء الله. انا عارفه اننا ما بنتقابلش الا صدفه كده كل فين وفين، ده طبعا ما يصحش لاننا جيران. فالحقيقه الحاج راغب وانا قررنا نعزمكم تشرفونا على العشاء. طبعا. امال ايه، ده احنا حتى جيران بقالنا عمر. الف شكر يا حاج عايده. شكرا، بس احنا معلش للاسف سامحينا، احتمال نخرج النهارده، فخلي عزومة العشاء دي يوم تاني. ومال؟ الأيام اللي جاية كلها بتاعتنا بأمر المولى. تشرفونا في أي وقت. السلام عليكم. مع السلامة. عسل. ده من إمتى بقى إن شاء الله؟ دي عمرها ما سلمت عليا حتى. سبتها سلمت. ألف سلامة عليك يا أستاذ نظم. أبو خالد قال لي إنك تعبان. إن شاء الله هتبقى زي الفل، وما تقلقش، أنا هدعي لك. بس أنا عايزك تعرف حاجة مهمة، بيوتنا كلها مفتوحة ليك في أي وقت. الله يبارك لك يا رب. بس والله ما كان لي لزوم الحاجة اللي جبتها دي يا حاج ثابت. إزاي بقى يا أستاذ نظم؟ الجيران لبعضيها، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى على سابع جار. هي هنقف قصاد كلام النبي ولا ايه؟ أعوذ بالله، عليه الصلاة والسلام. لا طبعًا، كتر خيركم والله. عاوزين نشوفك بقى في صلاة الفجر إن شاء الله. الراجل تعبان يا حاج، يعني رخصة، يصليها في البيت ما يجراش حاجة. اللي تشوفه مولاي. هنستأذن إحنا بقى يا أستاذ نظمي، وخلي بالك من نفسك يا حبيبي. يا رب. والله ما أنت قايل، إحنا مش غرب. لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام. مع ألف سلامة، شرفتوني. مع ألف سلامة.
مش عايزك تقلق من اي حاجه، احنا كلنا في ظهرك. الله المستعان. الاخوان المسلمين بيوزعوا على الشعب ماده، فلوس، زيت وسكر وبطاطين. هيوزعوا تاني زيت وسكر وهيوزعوا فلوس على الناس. وكل باتي وعرض عليا زيت وسكر. وزع فلوس في رميات من 200 الى 500 جنيه. خالد، مدى خالد. قلب وشك كده ليه؟ قلب وشي ليه؟ عشان عايز اشتغل بمؤهلي يابا. محدش عارف بكره فيه ايه؟ يمكن حظك احسن من حظي. افرد وشك بقى. فك فك وشك، فك وشك. هي كريمه ما جاتش عادت ليه النهارده؟ يلا غير السيل، وابنها خد هيكشف عليها. لا حول ولا قوه الا بالله. وده هجيب منين دي بس؟ الله اعلم بقى يا بابا. ايه يا ابو خالد؟ ما تخلي تليفونك في حته فيها شبكه يا اخي. خد يا خالد، هات لي الروجيتا دي. هات يا استاذ نظم، هات لها انت، وصل الحاجات دي فوق. هو صحيح يا استاذ نظم، الحاج راغب هيمسك العماره؟ اه شكلها كده. وش معنى يعني الحاج راغب؟ اما في ناس كتير عايزه تمسك، ما تخليهم يجربوا يا اخي. بعدين الناس بتعرف ربنا كويس. دول بيصلوا معانا الفجر حاضر. بيصلوا الفجر حاضر؟ طب ما انا بصلي الفجر حاضر. اجي امسك انا بقى العماره؟ جرايه راغب، ما انا قلت لك هناخدها هناخدها. طب واللي اسمه ماهر ده؟ ما هو شكله ناويها. والواد بيعرف يتكلم كده وهيبلفهم. انا بعت اجيب وهتسمعه بودانك وهو بيتنازل. مش بس كده، وهيقف في ظهرك كمان. مش دي المشكلة، المشكلة وانت قاعد مع سكان العمارة في القعدة الكبيرة. لازم تملى مركزك وتقول كل اللي اتفقنا عليه. وما تنساش موضوع الترميم، الموضوع ده واكل دماغهم. ماشي؟ الله المستعان. ازيك يا مدام عايدة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وماله؟ تعالى يا استاذ ماهر، اتفضل، بيتك ومطرحك. خير؟ والله خير. دي بقى ترجع لك انت. يعني عاوز تمسك اتحاد العماره ليه يا ماهر؟ ما انا ممكن اسالك نفس السؤال، بس انا مش بايخ. عندي خطة لتطوير حالة العمارة زيكم بالظبط. وإيه بقى الرؤية؟ شوف يا أستاذ ماهر، إحنا عارفين إن أنت معاك ناس، بس مش أكتر من اللي معانا. ورأيي إنك تضم صوتك لصوتك. وما تقلقش يا سيدي، هنديرها مع بعض. وانا ايه اللي يضمن لي ان ده مش مجرد اي كلام؟ عيب يا ماهر، ده وعد، ووعد الحر دين. ماشي، انتوا برضه ناس بتقول انها بتوع ربنا، ومفروض تراعوا كلمتكم. باذن المولى. اجتمعت احزاب المعارضه المصريه الرسميه التاليه: الجمهوري، الغد، المحافظين. اشكركم جميعا، وسوف اترك المجال كاملا لكل الاخوه الكرام اصحاب الراي والرؤيه. عيل مستفز ولا فارقه معاه حاجه، انا جايبه بالعافيه. وهتفرق معاه في ايه؟ بتطلبوا مني صيانه وبدفع، كهرباء وبدفع، اعملوا اللي تعملوه. احمد زي الحاج احمد، ان شاء الله تهدوها. انت عبيط يا ابني، هو في حاجه بتتهد بتتبني بسهوله؟ حد يبقى عنده عماره قايمه يقول تتهد؟ عارف ايه اللي مخوفني بجد؟ ايه؟ راغب واللي معايا يعرفوا يضحكوا على السكان، مع انه سبحان الله عارفينهم وحافظين تاريخهم. يعني انتم من الاخر شايفين مين اللي يمسك؟ راغب ولا ماهر؟ ولا نزلنا على الاستاذ نظم ونقنعه؟ والله راغب، ماهر، ابو خالد، خلصوني من الليله دي، انا عايز اقوم. ما تمسكها انت حسين، والله دي هتبقى عماره دلع الدلع. على رايك. احنا عشنا مع بعض مشاكل كتير في العماره، بس الحمد لله وصلنا لقعده زي دي فيها اكتر من مرشح، نقدر نختار اللي احنا عايزينه. واي حد من الساده المرشحين عايز يقول كلمه يتفضل. الساده المرشحين؟ وحضرتك مش من المرشحين ولا ايه يا استاذ ماهر؟ مش لازم اكون مرشح عشان احل المشاكل. انا قضيتي ان المشاكل تتحل بيا او باي حد تاني، المهم يبقى في بديل.
مش حابب يا حاج راغب تقول كلمه بما انك مرشح؟ الله يفتح عليك يا استاذ ماهر. والله يا اخواني انا لولا الحاج ثابت واخواتي سكان العماره العزاز بيزنوا عليا في الحكايه دي ما كنتش هقرب لها خطوه واحده. يا اخوانا دي امانه، وانا اوعدكم اني هاخد بالي من شؤون العماره. واي حد عنده مشكله يتفضل، بيوتنا مفتوحه لكم طول الوقت وكله هيمشي بما يرضي الله. انا واحد منكم وحاسس بالمشاكل اللي احنا فيها. ترميم، وحكايه الاسانسير دي اوعدكم انها هتخلص بامر الله. ترميم، طول ما ايدينا في ايدين بعض اي حاجه هنعدي منها. ترميم، الترميم الترميم، انا مذاكر مشاكل العماره دي كويس، وخصوصا حكايه الترميم. لازم نداوي الشروخ علشان ننام في بيوتنا واحنا مطمنين. وانا اوعدكم ان كل حاجه هتتغير بامر الله. في دي بقى انا مصدقه، كل حاجه هتتغير. يا جماعه، اللي موافق على ان الحاج راغب يتولى اداره العماره يرفع ايده. ألف مبروك يا حاج راغب، إدارة العمارة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. بيحط حاجة على راسك، ما يصحش كده. حضرتك أصلا مالكش كمان هترد على راجل زي أبوكي؟ يلا اتفضلي امشي. بلاتي إيه اللي نازلة في الوقت ده؟ أعوذ بالله. أبو خالد، أنت أبو خالد؟ أيوه يا حاج. من هنا ورايح البوابة دي تتقفل من الساعة 10. حاضر. وأي حد في العمارة دي مش هيمشي بما يرضي الله هيكون حسابه معايا عصير. ماما انا خايفه. يا خسارتك يا بلد، يا خسارتك يا بلد. امال حضرتك عملت لنا ايه في قصه الميه؟ ها؟ في ديون قديمه، ده غير الجديده. طب وسير الاسانسير؟ كلمت الشركه وقالوا نستحمل كمان شهر. طب والترميم؟ هبقى اشوف يا ابو خالد. هتبقى تشوف ولا هتبقى تسال سي ثابت؟ نفسي انزل يعني اقف في الطابور. الجهاز بيروح فين؟ احنا مش عارفين. نص يوم بيروح لمغازل في التفويض. احنا لما الامر يوصل لرغيف العيش لازم كلنا ننزل. النهارده في بلطجيه والناس قعدت في بيوتها ومش لاقيين ياكلوا. حقك عليا يا حبيبتي، ما كانش كده قبل ما يمسك. شكلي اتسرعت وصدقته. انا خايفه قوي يا بابا. لا يا حبيبتي، اوعي تخافي طول ما انا جنبك. ما بتردش على تليفونك يعني؟ وانا فاضي ابص ورايا. خير يا مهر؟ خير ايه؟ لا انت ولا ثابت معبرين، ومش كان في بينا اتفاق؟ اتفاق؟ اتفاق ايه يا حاج راغب؟ على فكره يا حاج،
انكم تشركوني في كل اللي بيحصل. وبعدين انتوا ما عملتوش حاجه يعني. الاسانسير لسه زي ما هو، والميه والكهرباء وترميم العماره والغاز. بقول لك يا ماهر، كل المشاكل اللي بتتكلم عنها دي مشاكل العماره، والعماره دي انا المسؤول عنها مش انت. وانت فاكر انك هتطلع بسبوبه من مشاكل الناس وهمومهم؟ تبقى ما تعرفنيش. مشاكل الناس؟ وعملت ايه بقى في مشاكل الناس يا حنين؟ كله هيتحل بامر المولى. قول له يا حاج. عندك مثلا حاجه زي حكايه الترميم دي سهله. ده احنا لو جبنا جوزنا قشين وخدنا العماره وشين، الشروخ هتداله وهتبقى زي الفل. وعلينا عشان يا مولانا. الشروخ اللي في العماره دي شروخ سطحيه. احنا ممكن نجيب حته قماشه كده حلوه ومزعزعه ونفردها على وجهه العماره. منها تداري الشروخ ومنها تدي العماره شكل حلو قوي. بارك الله فيك. ربنا يعزك. بصراحه انا ما كنتش ناوي اسكت لكم ولو خالفت اتفاقكم معايا، بس بعد اللي انا سمعته ده ربنا يعينكم على دماغكم. هي هتقوم بالواجب. ما خدتش حاجه يعني. يا ابو خالد. ايوه ايوه. ايه قرب الاسانسير عطل تاني. مش قلت لك هات الراجل يغير الزفت ده؟ معلش معلش يا استاذ نصر. معلش. شفته عشان تعرفوا ان كلامي كان صح. ده كل يوم بمصيبه. الراجل مش شاغل نفسه بالعماره واللي فيها اكتر ما شاغل نفسه يربينا ويعرفنا ايه اللي صح وايه اللي ما يصحش. هو انا قلت له 100 مره على موضوع الاسانسير ده ولا هو سائل؟ ده راجل ناقص. تخيلوا بيزعق لساره بنتي يقول لها حطي حاجه على دماغك، خلى البنت مش عايزه تنزل من الشقه خالص. لا دي كده بهوات منه. انا غلطان اني وقفت في ظهر الناس دي. سيبك من اللي فات عن المنظمه، احنا لازم نتكلم معاه. انت هتقعد تتفرج عليا؟ هات كرسي ولا سلم ولا اعمل اي حاجه عايز انزل. حاضر حاضر، ما تقلقش يا استاذ نصر. ما تقلقش معاك يا عم. بكرامه الانسانيه، من اجل العداله الاجتماعيه. 15 مليون 20 مليون مليون 30 سنه معدي معاهم. اسكت يا سلطان بن مرسي. انت مالك ومال بنتي؟ انت اللي يخشك جوه بيتك بس، بره بيتك ما يلزمكش. هي كده دايما، شرع ربنا بيزعق. هو شرع ربنا يقول ان الاسانسير يقع بيا يا راغب؟ ده انا كنت هموت. كلنا هنموت يا نظم، ده اقدار. يعني ايه يعني؟ سيب اللي يحصل يحصل ونقول دي اقدار. مش قد الشيله من الاول، شلتها ليه؟ لا يا سماه، انا عندها ودود وكل السكان عايزيني. طب ما احنا من السكان ومش عايزين. لا انتوا مش السكان، انتوا ناس ثانية. وبعدين هو فيه ايه؟ ده انتوا قاعدين بقى وناويين بقى كل ده عشان بدأت امشي العمارة على الصراط وبما يرضي الله. وهو احنا كنا فاتحينها مخور؟ حتى لو فاتحينها مخور ده ما يخصش حد. انا بقول كفاية عليك كده يا حاج، اخلع بمزاجك بدل ما نشيلك احنا. ايوه احنا مش عايزينك يا راجل. براحتكم، انتوا اللي اخترتوا. اللي هينزل 30/6 ولا اللي هينزل في اي يوم لا يلومن الا نفسه. الحاج راغب يا سيد، من صباحات ربنا وهم فرشين وقاعدين، تقولش فاتحينها تكية؟ خير يا سحسين،
في حاجه مضايقاك؟ اه في لميري قرديشك دول من العماره ويمشي من هنا، ولا تكون فاكر انك اشتريتها. عيب يا ابني، اتكلم مع الحاج بادب. وانتوا تعرفوا ادب انتوا؟ بذمتك مش حرام اللي انت عامله في العماره ده؟ اللي ما شفناكوا اخويا بتركعوها علشان تكلمونا عن الحرام والحلال. صلاتي دي حاجه بيني وبين ربنا، مالكش دعوه انت بيها. اطلعوا فوق عربيتكم. خلاص تعالى حسين. خوفي ايه بابا؟ ما تخافيش يا حبيبتي، دول بيخوفونا بس ما يعرفوش اللي فيها. ان اسقطوا شرعيه الدكتور مرسي سنعلنها شرعيه اسلاميه خالصه. لقد توعدونا ب 30/6 ونحن نعدهم بانهم سيسحقونا في هذا اليوم. إذا كان الحفاظ على الشرعية تمن دمي أنا، فأنا مستعد أن أبذل ذلك. للأسف بقى هنفضل وراء لغاية لما يمشي زي الأب. إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. دولة الإخوان انتهت، انتهى عصر الإخوان تماما. فين ثابت؟ اللي مجنني اسمه ثابت على ايه؟ معرفش.